الفنان الكبير صلاح عبد الله. مساء الفل يا فنان. اهلا اهلا، مساء الورد. كل سنه وانت طيب حبيبي. وانت طيب، ومصر كلها طيبه، وكل المصريين المخلصين الطيبين اللي هم بجد بجد، مش البطاقه بس يعني. صحيح، طيبين وبخير. في 30 يونيو فاكر كنت فين؟ 30 يونيو بص بقى، انا ظروف صحيه كنت بتابع اللي بيحصل في التلفزيون. صحيح. بتنطط ونفسي نفسي طبعا ان انا انزل واشارك، بس انا في الوقت ده كنت ممنوع من اتواجد في حته زحمه يعني، كان مشكله صحيه كده عشان ايه الاستدان وبتاع. انما كنت بشارك بقى بقلبي وبقلمي وبافكاري والحاجات اللي كنت بكتبها، وبتشجيع المصريين الشرفاء على النزول. ده يوم عظيم، ده العبور الثاني. مظبوط. انا بسميه العبور الثاني. بص انا شايف ان اعظم في تاريخ مصر الحديث هو 6 اكتوبر 73 ميلاديه و30 6 2013 ميلاديه، لان الاثنين بيجمعهم ايه؟ العبور. العبور. في 73 عبرنا، مش كده؟ عبرنا اليأس والهزيمة والإحباط والحالة الفظيعة اللي كان في المصريين. مظبوط. مش كده ولا إيه؟ إحنا جبنا، ما كناش بننام من الاكتئاب الحقيقة. ما كناش بننام من كتر الكآبة. مش كده؟ على ويوم 30/6 كان العبور الثاني لكل هذه المشاعر السيئة الفظيعة، قدرنا نعبرها ونبدا بقى ايه، نبدا مصر الحقيقيه، مصر الجديده، مصر الغاليه اللي هم كانوا عايزين يغيروها ويخلوها مصر ثانيه غير اللي احنا عشناها وغير اللي احنا بنحبها. مظبوط. هم ليه كانوا بيكرهوا الفن والفنانين كده يا فنان؟ يا عم هم كانوا بيكرهوا نفسهم. بيكرهوا كل حاجه فيها بهجه، صحيح، فيها روح، فيها حياه، فيها انتماء. ها، فيها انتماء، ودي مهمة جدا، فيها انتماء للبلد. مظبوط. لان هم ما كانش انتمائهم للبلد. وعلى فكرة انا ما بقولش حاجة يعني، هم اللي قالوا كده. هم اللي قالوا. خلاص يعني الكلام كان واضح جدا. وبعدين ربنا كرمنا، يا سلام، انا كتبت حاجات كمان قبل 30/6 كنت مسميها في الطريق الى 30/6، قلت فيها حاجات كتير وربنا فاكر كرم. حاجة منهم يعني مثلا على سبيل المثال احنا في شغلانتنا يعني في حاجه اسمها افيش اللي هو بتاع الدعايه والحاجات، واخد بالك؟ فانا كتبت ايه؟ افيشك يا مصر محتاج بطل ينكتب اسمه قبل فيه وبعد الفيه اسم العمل، املك يا مصر لن ينطفي. اسم العمل ايه؟ املك يا مصر لن ينطفي. ويبقى البطل رمز الامل، اسد جديد مخلص وفي ليك يا مصر. وفعلا ربنا كرمنا بالبطل الاسد الجريء المخلص الوفي. ربنا كل سنه وانت طيب يا فنان، ويبارك في زعامته ويعمل لمصر كل اللي بيحلم بيه. كل ان شاء الله احلامه بالظبط بخير مصر ومصلحة مصر والمصريين. إن شاء الله. كل سنة وأنت طيب فنان الكبير. حبيبي وأنت طيب. لا، ومعنا على التليفون كمان.